منذ نشأتها عام 1997 وعلى مدار أكثر من 20 عاماً، سعت كلية الإعلام بجامعة MSA لصقل شخصية طلابها وتوفير آفاق جديدة لبناء شخصيتهم العلمية والعملية، فنجحت في تخريج دفعات من شباب الإعلاميين في مختلف مجالات الإعلام من صحافة وإذاعة وتلفزيون وعلاقات عامة وإعلان. شعب كان قادر ينحاز للشارع ويعرف اللي بيحصل في الشارع. وفي عام 2003 وضعت حجر الأساس للاعتماد الدولي لشهادتها من خلال جامعة ميدلسكس، مما أتاح لطلاب الكلية الحصول على شهادتها المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب الشهادة البريطانية لشريكها الأكاديمي. This year, we've looked at some really interesting advertising projects, some great graduation projects. Some of the journalism work has been amazing. The photography has been beautiful. Some of it really took my breath away. It was amazing. But in terms of the advertising, I think it's really important to say that some of the work that's being done is absolutely professional quality, and you should be really proud of what you're doing. The work I've seen is mainly the broadcast media work, which is, I think, very, very good, some very interesting work. One of the things I think which really sticks out to me is the documentary kind of work that gets made. There's been some really interesting, I saw some really, really interesting film. وتطور شكل التعاون لتبدأ من عام 2015 مرحلة جديدة في التعاون مع جامعة بيدفورشاير، والتي وفرت العديد من الفرص لطلاب الجامعة بالدراسة الجزئية بحرم الجامعة بلندن والحصول على منح للدراسات العليا. كما قامت الكلية بتخصيص ساعات دراسية أكثر للمناهج المحددة وتوفير مساحة أكثر للتطبيق العملي، الذي ساعد عليه توفر التجهيزات التقنية والفنية الحديثة لطلاب الكلية. واستمر السعي وراء خلق فرص لدمج الطلاب في الحياة العملية وتحفيز قدرتهم الإبداعية، والذي كان الهدف الرئيسي وراء إقامة مهرجان إبداع الشباب العربي للإعلام، وصولاً لدورته الثالثة التي أقيمت بدار الأوبرا المصرية، واجتمع خلالها طلاب أكثر من 9 دول عربية على أرض مصر ليتبادلوا ثقافتهم ويعرضوا مشروعاتهم التي قام بتحكيمها نخبة من الإعلاميين في مختلف المجالات. الحقيقة أنا طلبت أقول كلمة لأني منبهر ومتأكد معالي السادة الوزراء اللي حاضرين معانا النهاردة يشاركوني هذا الانبهار. أنا واحد كمصري بقول أنا بقيت أطمئن على مستقبل مصر إذا كان في هذا الإبداع. ورتولنا حاجات جديدة في الفن بالتأكيد بتوري قدرات الشباب، قدرات الجامعة، قدرات شباب الجامعة. أنا سعيد جدا ومتأكد إن كل زملائي الحاضرين النهاردة من السادة الوزراء بيشاركوني نفس الرأي. أنتوا ساهمتوا في بناء مصر الثورة، مصر المستقبل. بيكو تحية خاصة لكل المسؤولين في الجامعة، من أول الدكتورة نوال مرورا بكل الناس اللي مسؤولة عن هذا الإبداع الرائع اللي أثر فينا كلنا. ولما كان تشجيع مشاركة الطلبة في البحث العلمي من أهم أهداف الكلية، فلم يكن من الغريب أن توفر الكلية منبرا لطلابها والباحثين من كل صوب وضرب من خلال المؤتمر العلمي بدوراته الأربع، التي عكست أهم قضايا المجتمع من ثقافة السلام وتمكين المرأة والعلاقات الأسرية، وأخيراً وليس آخراً القضايا والتحديات المائية التي ستطلقه الكلية هذا العام. تتمنى أن أنا أحضر وربنا يوفقهم ويتعلموا من المؤتمرات دي، كلنا بنتعلم يعني في سني ده برضو بتعلم يوم عن يوم، فإن شاء الله ربنا يوفقهم. وهم عندهم جامعة مشرفة برئاسة الدكتورة نوال الدجوي وست فاضلة ولها
باع طويل في التعليم. MSA TV is now hiring. وفي عام 2010 بدأت الجامعة في وضع حجر آخر في طريق تدعيم طلابها بإطلاق قناة MSA TV. وفي عام 2017 توجت الكلية مشروعها الناجح في القناة بإطلاق البث المباشر لها على مدار الساعة. أهنئ الجميع في هذا اليوم الرائع والذي يستحق أكثر من مجرد احتفال. أشكر الله أن وفقنا جميعاً وأرجو من الجميع متابعة ما يبث على هذه القناة يومياً. ومن مجال التلفزيون للصحافة، أطلقت كلية الإعلام جريدة MSA Today والتي يعمل بها طلاب الإعلام والكليات الأخرى وتعنى بأحوال الجامعة والمجتمع. ولم تكتفي الكلية بالفعاليات الفنية والعلمية، بل تضافرت جهود الطلبة مع أعضاء هيئة التدريس في تشكيل جمعية كتاب MSA، والتي كان من نتائجها المجموعة القصصية المطبوعة في كتاب باسم مولانا سكندو، وقد طبعته مؤسسة الأهرام. كما قامت جمعية كتاب بعمل مسابقة للقصة القصيرة حكم فيها كبار النقاد على مستوى مصر والعالم العربي. نشرت هذه المجموعة في معرض الكتاب بالجامعة، والذي كان صورة مصغرة من معرض القاهرة الدولي للكتاب. كما امتدت أنشطة الكلية لإرساء قيمة العطاء عند طلابها بمشاركتهم في عدة فعاليات مجتمعية مثل يوم العمال وغيرها. وعلى مدار رحلة طلاب كلية الإعلام، تعمل الكلية على تعزيز إمكانياتهم وإعدادهم للالتحاق بسوق العمل منذ سنوات دراستهم عن طريق ورش العمل المختلفة على يد أصحاب الخبرة من ممارسي المهنة. مبسوط جدا النهاردة الحقيقة بالسيشن اللي عملتها. الطلبة يعني حسيت ان هم مندمجين جدا معايا، وحسيت ان هم عندهم طموحات كبيره وعندهم احلام ان هم يبقوا يعني شخصيات اعلاميه في المستقبل، مما اتاح فرصه لطلاب الكليه بالمشاركه المتميزه في عدد من المشاريع الحكوميه مع وزارات السياحه والبيئه والتعليم العالي والبحث العلمي. عمل ببروتوكولات تعاون مختلفة للتدريب مع الجهات الحكومية والخاصة، منها قنوات DMC، الأهرام، المصري اليوم، وكالة أنباء الشرق الأوسط، الجمعية العربية للعلاقات العامة، ومؤسسة دار التحرير وغيرها. المشاركة في معرض التوظيف الذي تقيمه الجامعة سنوياً. وفي نهاية الرحلة التعليمية، تفخر كلية الإعلام بجامعة MSA بتقديم نماذج مشرفة لخريجيها الذين يثبتوا نجاحهم وتميزهم في كل مكان. وأشكر جامعة MSA وعلى رأسها رئيسة مجلس أمناء دكتورة نوال الدجوي ورئيس الجامعة دكتور خير عبد الحميد. خلينا أقول لكم إن عمر من النجاح ده مع الأولاد الجمال، أكتر من 2000 طالب هيتخرجوا النهاردة وبكرة من غير ما يكون في أعضاء هيئة التدريس موجودين، هم السبب في نجاح الأولاد دول وكفاءتهم. And certainly I thank you very much for the representative from Greenwich University and from Wiltshire, because you've done a great job for all the students, and I thank you very much for that. الولاد اللي احنا بنوصلهم النهاردة دول، هم دول أمل مصر، هم دول اللي هيخرجوا للمجتمع بسرعة جدا. وإذا كان حد عنده شك في شباب مصر وعنده شك في
قدرة مصر في شبابها، فيبصوا في الولاد دول وعينيهم والذكاء والقدرة بتاعتهم. فاللي أنا عايز أقوله إن إحنا كلنا داعمين المجهود الكبير بتعمله الجامعات المصرية كلها. نموذج من الـ MSA 15 سنة مع جرينتش يونيفرسيتي ومع بيدفورد شاير يونيفرسيتي، وده معناه إن 15 سنة من النجاح دي مش حاجة قليلة. يمكن MSA ليها سبق وسبقت جامعات كتير قبل كده إنها يبقى عندها شهادات معترف بيها في العالم. الولاد اللي بيتخرجوا النهاردة من الجامعات الكبار في إنجلترا عندهم نفس الشهادات اللي بيخدوها الولاد في إنجلترا، ودي حاجة بالنسبة لنا كبيرة جداً.